طلع وصلنا الى فيكتور اوبريشن، عمليات اللي تجري على الفيكتور. عندنا من اول عمليه هي عمليه الجمع، عندنا الفيكتور الاول a1i زائد b1j، والفيكتور الثاني a2i زائد b2j. عندنا هذين الفيكتورين نريد نجمعهم، نقول لك find جيب مجموع الفيكتور الاول زائد الفيكتور الثاني. شو راح يكون الناتج مالتهم؟ كالاتي a1 زائد a2 i زائد b1 زائد b2 j. نجي كيفية الطرح، عندي ذن الفكتورين اريد اطرحهم مرة اخرى. السؤال هنا اقول لك ناقص v2 شلون ينطرحن؟ ف v1 ناقص v2 ايش راح يساوي؟ a1 ناقص a2 i زائد b1 ناقص b2 i j. هاي الصيغة العامة للطرح، هاي الصيغة العامة للجمع، يعني مجرد طلاب نجمع هذا ويا هذا أو نطرح هذا ويا هذا حسب العملية اللي نحتاجها أو المطلوبة في السؤال. طلاب هنا مطيني عدة خصائص، يقول لك let فيكتور a1 شو يساوي؟ ai زائد b نا 1 b1 j. فاليونت لينث شو معناها؟ ال a تربيع زائد ال b تربيع، هاي معروفة احنا تطرقنا لها قبل. بعد نجي خصائص، يعني هنا جاي راجع لي بشكل عام. اذا عندي فيكتور شو يساوي؟ سي اي 1 i زائد b 1 j، اقدر اكتبه اما يكتب هذا الشغل. طلاب هنا السي يشن كونستانت، يعني ثابت، رقم ثابت. فما ينكتب هاي الصيغة C1i زائد B1 CB1 CB1 J، أو يظل مكتوب هاي الصيغة. يعني من خصائص الفكتور أنه يوزع القيمة الثابتة على حدوده. بعد خصائص أخرى نقول لك الفكتور الأول يساوي الفكتور الثاني متى الفكتورات يساون. عندي فكتورين متى يساون؟ إذا فرضنا أنه الفكتور الأول a1i زائد b1j والفكتور الثاني a2i زائد b2j، متى يساون هذين الفكتورين؟ إذا ساون هذين قيمتين، صح ولا لا؟ يعني اذا الـ A1 يساوي الـ A2 والـ B1 يساوي الـ B2، اذا الفكتور الاول يساوي الفكتور الثاني. متى الفكتور يساوي صفر بشكل عام، مو الا الفكتور الاول، متى الفكتور يساوي صفر؟ عندما الـ A يساوي صفر والـ B يساوي صفر. فايش راح يساوي؟ بصير الفكتور يساوي صفر i زائد صفر j ويساوي صفر.
إذا الفكتور يساوي صفر، عندما الـ A والـ B يساوي صفر. نذهب إلى خاصية أخرى، نحط هنا اكزامبل في 1 شو يساوي؟ 8 اي ناقص جي، الفي 2 فيكتور ثاني 3 اي زائد 5 جي، 8 اي ناقص جي 3 اي زائد 5 جي، فاين جد V1 زائد V2، V1 ناقص V2، فيكتور لينث مال ال V1 والفيكتور لينث مال ال V2 باليونت فيكتور المن لل V1 باليونت فيكتور المن لل V2. يعني تقريبا نقدر نقول هذا ان هذا السؤال يلم جميع المطالب اللي اخذناها سابقا. فنجي الاول مطلب V1 زائد V2 شلون نجمعهن؟ 8 زائد 3 يصير 8 زائد 3 I زائد، طلاب انتبه لي، ال1 زائد ال2 بالجمع ما راح يتأثر بس بالطرح اكو فرق راح يصير، بيصير ناقص 1 زائد 5 جي، وش يساوي؟ 8 و3 11 اي زائد 4 جي، 4 جي. اوكي نجي للمطلب الثاني، المطلب الثاني ايش عندنا؟ طرح هذين الفكترات V1 ناقص V2. طلاب للتنويه V1 ناقص V2 يختلف عن V2 ناقص V1، شنو الاختلاف؟ راح يصير بعملية السالب. بس نكمل، راح يصير 8 ناقص 3 I زائد 1 الثاني ناقص 1 ناقص 5 جي، 8 ناقص 3 هي 5 اي زائد ناقص 1 ناقص 5 يصير ناقص 6 جي. فالناتج راح يكون 5 اي ناقص 6 جي. ننتقل الى المطلب الفكتور لين مال 1، ايش راح يساوي الفكتور لين؟ نكتب قانونه A تربيع زائد B تربيع، وش يساوي؟ 8 تحت الجذر 8 تربيع زائد ناقص 1 تربيع، وش يساوي؟ 8 تربيع 8 في 8 في 8 64 زائد 1 تحت الجذر 65. طلاب وإذا عندكم حاسبات راح تطلع هنا بالحاسبة تقريبا 8.06 أو ما يقارب. نروح للمطلب الآخر V2 لينث للفكتور الثاني تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع، وش يساوي؟ 3 تربيع زائد 5 تربيع، 9 زائد 25 يطلع الناتج هنا مالتن 30 34 تحت الجذر 34 وما يقارب 5.83، اكتب الحاسبة طلعوها الناتج.
عندنا بعد شنو المطلوب؟ يونت لين او ما يسمى احنا نسميها يونت فيكتور المن لل في 1 ويساوي شنو قانونها؟ الفكتور الاول على اللينث مالته طلاب اليونت لينث هذا يونت لينث يونت فيكتور هذا قانونه اكو فرق بين يونت لينث ويونت فيكتور يونت لينث انا استخرجتها بعد ماكو حاجه استخرجها مره ثانيه فهنا ال V1 كيت عندي 8 I ناقص J على يونت فيكتور الأول أجيب قيمتها بشكل مباشر أنا قبل شوي استخرجتها اللي هي تحت الجذر 65 وش يساوي هنا 8 تحت الجذر 65 I ناقص 1 تحت الجذر 65 J يونت فيكتور المن للفي 2 اللي هو وين طلعوا هذا المطلب لا هذا المطلب هذا الاخير هنا فهي 3 اي زائد 5 جي على يونت فيكتور المن طلعوا اذا اكتب لكم قانون في 2 على اليونت لينث مال في 2 هذا الفيكتور مال 2 لينث مال الفيكتور وين هذا 34 تحت الجذر 34 شي يساوي 3 على تحت الجذر 34 I زائد 5 على تحت الجذر 34 J إلى هنا انتهى حل هذا السؤال تقريبا كان هذا سؤال جيد يلم جميع ما أخذناه سابقا ننتقل عندنا أنفد إثبات قلك شو ذا إن السي بالفكتر شو يساوي سي يعني الثابت لما ندخله على الفكتور هو نفسه لما نخارج الفكتور قبل شوية احنا قلنا هذني مساويات ثبت لي اياها هل صحيح مساويات انت سي يساوي 2 والفكتور مالتي ايش قد ناقص 3 اي زائد 4 جي هسه هذا شلون اثبته هذا الفكتور مالتي اجي اخذ اول طرف اخذ هذا الطرف او اخذ هذا الطرف ماكو مشكله اثنيناتهم يكون طلعهم نفس القيمه اجي سي عندي 2 الفكتور ايش قد يونت لينث مالته خل استخرج اول شيء يونت لينث بعدين اكتبه تحت الجذر ناقص 3 تربيع زائد 4 تربيع ويساوي 3 تربيع 9 4 في 4 16 تحت الجذر 25 25 ويساوي 5 إذن سي بالفكتر هاش يساوي 5 في 2 يساوي 10 زين إذا في حالة كان داخل عليه السي خلينا نشوفها أيضا يطلع 10 إذا طلع 10 إذن هذا الإثبات صحيح نجي شلون نكتب ايش قد السي طلاب علما ان السي عندي 2 احطها على صفحه انا كاتب لك اياها فوق ناقص 3 اي زائد 4 جي مضروبه في 2 خلينا ندخلها فناقص 6 اي زائد 8 جي هذا يمثل السي فيكتور ويساوي اي تربيع زائد بي
تربيع، هذا الفكتور صار على الكل. أو طلاب لا، نخلي الفكتور بس على الفي حتى يكون إنه هذا يعتبر ثابت. قال الفكتور بس على الفي. فإن أنا تحت الجذر أي تربيع الإيش قد ناقص 6 تربيع 6 في 6 36 زائد بي تربيع 8 تربيع 8 في 8 64 ويساوي 64 و 36 تحت الجذر 100 ويساوي من يطلع من جذر يطلع 10. طلاب إذن سي فيكتور مساوي المن للسي، يعني القيمة الثابتة عندما دخل على الفكتور هو نفس قيمته الثابتة قبل إدخاله. شلون ثبتنا إنه هاي العشرة طلعناها بعد إدخال القيمة الثابتة وهنا قبل إدخال القيمة الثابتة. طلاب الآن ننتقل إلى موضوع اللي اسمه هي نقطة التقسيم. أخذنا سابقا الميد بوينت، هسه راح نوضحها برسم. اخذنا سابقا كوهيتشي عندنا، قلنا هذا فيكتور، هذا بي 1 هذا بي 2 هنا اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 هذا فيكتور بي 1 بي 2. هنا نقطة بي 3 ايش تمثل؟ مجموع الاكس 1 والهاي، يعني هنا اكو نقطه ثالثه. قلنا شنو هنا اذا تقرون تايتل قبل the vector of the midpoint، شنو اقصد ب the midpoint؟ يعني اذا هاي القيمه هاي لو فرضناها m1 وهاي مسافه m2، m1 تساوي m2 شنو تسمى بالميد بوينت. ونطبق عليها قوانين السابقه، اعطيناكم ب1 ب2 B1 B2 هاي قبل لما تنقسم B1 B3 B2 B3 وهكذا. زين إذا أجتني نقطة غير منتصفية كالآتي، عندي هذا الفكتور B2 B1 X1 Y1 X2 Y2 هنا هذا الفكتور طبيعي. اجتني النقطة هنا أنا. M1 M2 نهاية B3 هاي تسمى نقطة التقسيم. خلينا نشوف المكتات المعركة بالضبط. النقطة التي تقسم الفكتور. هسه لما نأتي إلى سؤال حتى توضح لكم شنو الصيغة بالضبط، بس هي تسمى نقطة التقسيم. النقطة مو الميد بوينت، كان سابقا تسمى ميد بوينت لأنها تقسم الفكتور إلى منتصفين بحيث هنا M1 مساوي M2، هنا M1 لا تساوي M2، تسمى نقطة التقسيم. B3 هي نقطة التقسيم. زين هاي شنو قوانينها؟ عادة يطي M1 على M2 هي ريشيو نسبة، يعني يطيها في النسبة معينة 3 على 2 5 على 3، دائما الأعلى أكبر من الأسفل معناه يكون الأعلى أكثر أو حسب الراشيو اللي هو مطيها. أوكي زين، هذا قانون أو قانون النقطة هاي شلون نستخرجها؟ طلع بس احنا عرفنا B1 عرفنا B2 هنا X1 Y1 هنا X2 Y2 هنا هاي الام 1 وهنا الام 2. خل اكتب هاي النقطة الاحداثيات مالت، احداثياتها هي عبارة عن ام 1 بالاكس 1 زائد ام 2 بالاكس 2 بالاكس 1 على ام 1 زائد ام 2. هاي احداثيات الاكس مالت، احداثيات الواي ام 1 واي 2 زائد ام 2 واي 1 على M1 زائد M2. هاي طلاب حفظ احداثياته حتى لإيجاد، هنا هي كاتبها Q أو B3
انا هيك كتبت كياكيو حتى تتماشى وين الملزمه. هنا ابو الملزمه ما كاتبه هنا بي 3 كاتبه كيو، فماكو مشكله بي 3 كيو انت اي رمز. المهم هاي احداثيات نقطه التقسيم بهاي الكيفيه، بهذا القانون طلع احداثيات الاكس وبهذا القانون طلع احداثيات الواي. طلاب عندنا سؤال، the vector O B3 where the B3 is the point which divided the line between. تتابع وياي بالملزمة السؤال موجود اليوم. نقول the vector مقسم نقطتين B1 و B3 IB1 IB3. شوف هنا أنا كاتب حيث B3 is the point هي النقطة which divide the line between B2 and B1، يعني نهاية B2، يعني مجرد ذكر أنه نقطة B3 هي مقسمة لل B1 و B2 ما ذكر أنه mid point. إذن نذهب إلى اتجاه أنه هاي النقطة فقط قسمتها مو نقطة مركزية. نجي البي 1 بس خلي اكتب الاحداثيات هنا 2 ناقص 1 بي 2 ناقص 4 3 مطيك الراشيو يساوي 3 على 2. جيد اقول لك فايند الاو بي 3 أو نقطة، لا أقول لك أوجد هنا B3 نقطة B3 بعدين سنشوف بالأخير إيه أوجد الـ OB3 أوجد نقطة B3 والـ OB3 طلاب هنا هي نقطة الـ O وهنا B3 يعني أوجد له هذا الفكتر أيضا مجهول. هروح للـ B3 الـ OB3 ما أقدر أوجده إذا ما من هنا نبدأ الأنسر. إذا ما أقدر أوجد الـ B3 يعني ما اقدر ايجاد الـ OB3 هذا الخط اذا ما القى هاي النقطة شو راح اوجدها؟ عندي انا قانون لولا اللي هو M1 X2 زائد M2 X1 على M1 زائد M2 فارزة. طلاب هنا هاي تكمل اذا بس ما عندي مجال M1 Y2 زائد M2 Y1 على M1 زائد M على M زائد M2. جيد هسه خلينا نجي نطبق B3 هذا X1 Y1 X2 Y2 M1 على M2 الحد الأول M1 ايش قد عندي؟ M1 3 في X2 ناقص 4 زائد بس خل أقربهم حتى يصير عندي مجال B3 M1 3 في ناقص 4 X2 زائد M2 2 في X1 2 على M1 زائد M2 5 فارزة. M1 3 Y2 3 زائد M2 2 في Y1 ناقص 1 على 5 طلاب هاي 5 M1 زائد M2 يعني 3 زائد 2 5 كم؟ أنا بعد ما أحتاج القانون نزلت اللي أحتاج منه ناقص 5 ناقص 5 3 في 4 ناقص 12 زائد 2 في 2 4 3 في 3 9
زائد 2 في سالب 1 سالب 2 بي 3 يساوي ناقص 12 يروح منها 4 يبقى سالب 8 على 5 فارزة ايش قد هنا عندي 9 يروح منها 2 يبقى 7 على 5 وبذلك انا استخرجت النقطة بي 3 شنو المطلب الثاني كان من عندي find ال OB3 vector إذن ال vector OB3 شو يساوي ناقص 8 على 5 I زائد 7 على 5 J وبهذا ينتهي حل هذا السؤال.